نظمت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين جلسة نقاشية لأعضاء شورى أطفال الشارقة بالتعاون مع إدارة سلامة الطفل والبرلمان العربي للطفل، بالإضافة إلى ورشة تعريفية لشباب شورى الشارقة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. التطور التكنولوجي والعالم الافتراضي وعصر الذكاء الاصطناعي هي نقاط ومحاور دار حولها نقاش مستفيض ومثمر في جلسة نظمها أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وذلك بحضور خول الحواي مدير مؤسسة أطفال الشارقة وهنادي اليافعي مدير عام إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وأيمن عثمان باروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، وعدد من الأطفال المنتسبين للمؤسسة. اختتمنا اليوم جلسة الحوارية والنقاشية مع أعضاء شورى أطفال الشارقة حول موضوع قيمنا وخصوصية الأطفال وحفاظ عليهم في ظل وجود برامج الذكاء الاصطناعي وبرامج التواصل الاجتماعي وأثره على تنشئة الطفل بصورة سليمة، بالإضافة إلى حقوق الطفل في حمايته، حقوق الطفل في جوانب التعليم. وجود إدارة سلامة الطفل اليوم مع منتسبي أطفال شورى أطفال الشارقة يؤكد فائدة وضرورة تواجد الجهات المعنية مع الأطفال بمخاطبتهم ووجود الحوار الشفاف معهم بكيفية توظيف هذه أو مثل هذا الذكاء الاصطناعي من حيث التطبيقات أو الألعاب أو غيرها من الأشكال التي يظهر عليها الذكاء الاصطناعي لضمان خصوصية وأمن هذا الطفل. نحو 60 طفلا وطفلة من أعضاء شورى أطفال الشارقة ناقشوا مع ضيوف الجلسة كيفية الاستخدام الآمن لتطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي على أجهزتهم الذكية، وضرورة عدم الاستجابة أو التواصل مع أشخاص مجهولي الهوية والإدلاء بمعلوماتهم الشخصية حفاظا على سلامتهم من الاختراق وحرصا على خصوصيتهم، إلى جانب أساليب التصرف الصحيح في حال اختراق حساباتهم الشخصية وإحاطة أولياء أمورهم بذلك. الأجهزة هاي سلاح ذو حدين، واللي عندك أنت طفل فهو ما يعرف وين يصير شيء سلبي ولا شيء إيجابي، فلازم بعض أولياء الأمور يعرفون وين يوجهون طفلهم. وعلى هامش الجلسة كانت هناك ورشة تعريفية قدمها الأستاذ الدكتور حسن مصطفى أكاديمي وخبير في التحول الرقمي لعدد من أعضاء مجلس شورى شباب الشارقة، جاءت ضمن التحضيرات لعقد جلسة مجلس شورى شباب الشارقة التي ستتناول موضوع الذكاء الاصطناعي والقيم والتشريعات في دور الانعقاد الثامن لعام 2024. وتعد هذه الجلسة فرصة لإبراز دور الشباب في النقاشات الوطنية حول المستقبل الرقمي وفتح مجالات لإيجاد أفق أمام الشباب لفهم تلك المتغيرات والتعامل معها. تحقيقا للرؤى الطموحة التي تسعى لحفظ حقوق الطفل بالمجتمع الإماراتي، جاءت هذه الجلسة النقاشية للتعريف بذلك والمساهمة الفعالة في تطبيقها وحماية الأطفال ورعايتهم بالشكل المناسب في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي. لإخبار الدار، سعود الكتبي، الشارقة.